يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. قوتنا إخوة الإيمان والإسلام عودة طيب مبارك إلى ساحة القراءة ليطلع علينا آيات الله البينات ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الأسوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي القارئ المقيم بالصبان مركز زقازيق داعين الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم Yeah.
إن ربكم
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام السماوات
شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا صدق الله العظيم. ما أحلى هذا الكلام في معناه جميل في القاع خرج من قلب الطاهر الى قلوب الطاهرة وهو كلام الله. طلع علينا يا بالله البينات اسألكم العالم القرآنية الوزعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الاسوي عالم تلاوة مصر والعالم الاسلامي القارئ المقيم في الصفان مركز تقازير وبيشارك عبر اسير موجات اذاعات دولية وكبرى قصور الفراش الحديث الكبرى والهندسة الكهربائية فراشة وإنارة الحق حلمي إبراهيم عبد الدايب إدارة الحق محمد أبو حلمي والمقيم نبيل زافر مصورنا الليلة باشمهندس ناصر صلاح المقيم بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق الخدمات الفندقية إدارة المتر إبراهيم حسن الدولي والمقيم بمشكال القاضي مركز الزقازيق باسم العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من قدر يؤدي واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.